احنا نبقى متأنيين كده، ولازم نبقى واخدين بالنا من الطرق، لان حوادث الطرق دلوقتي بقت رهيبة. وفي خبر النهاردة في جريدة الاهرام في الصفحة الاولى بيقول 65 مليار جنيه خسائر اختناقات وحوادث المرور في مصر. يعني معنا للحديث عن هذا الموضوع بشكل اكثر تفصيلا المستشار سامي مختار، رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يلا وسهلا بيكم. يعني في البداية يعني احنا عارفين ان في مبادرة من الجمعية اللي بتقودها لأسبوع أو لإعلاء شعار طرق آمنة لحياة أفضل. الدعوة دي في خلال أسبوع ولا في خلال أكتر من أسبوع؟ الحقيقة الأسبوع ده اسمه أسبوع الالتزام بالسرعة المناسبة على الطريق في الفترة من 20 ل 25 إبريل الجاري، وممتد إلى شهر مايو ويونيو. طبعا الحقيقة ده حلقة من حلقات الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم في لفت أو لفت الوعي المروري للمواطنين. الحقيقة ليه احنا او ليه الجمعية السنة دي قالت اسبوع التزام بالسرعة المناسبة؟ احنا كنا اطلقنا مبادرة من 2010 في اسابيع متتالية لنشر الوعي المروري. الحقيقة لو قلنا ان احصائيات بتقول ان 65% من اسباب حوادث الطرق عامل بشري، يعني عامل بشري من اخطاء الغير كمان، اخطاء الغير ويعني العامل البشري 65% من اسباب حوادث الطرق عامل بشري. فبنقول ماذا اعدادنا للعامل البشري كي نقومه؟ يعني كنا احنا بنقول الطرق في جهات اللي هي معنيه بان احنا بنلجا لها عشان ترفع كفاءه الطرق والكباري المرور الكلام ده كله. اذا كان السياره ده السبب الثاني من اسباب حوادث الطرق، في برضو الجهات المعنيه بيها ان هي ترفع كفاءه السياره، ولكن لابد ان يكون المواطن على وعي. لابد ان يكون على وعي. ما احنا بنقول يعني هي الاحصائيات دي اتعملت ليه؟ عشان ناخدها ونحللها ونبدا نشتغل عليها. فما فيش حد، احنا يعني يمكن قبل الهوى الاستاذ بيقول لي احنا اربع اجيال ما اتعلمناش قواعد واداب المرور. ده دي حقيقه بس دي مش مسؤوليتنا احنا. لا يعني هي مسؤوليه، هي الحقيقه يعني اللي اعرفه ان احنا مجرد ما الانسان بيخرج بره بيته يبقى في ضيافه الدوله. لا احنا كمين، احنا كانسان مصري يعني كشعب مصري. يعني حضرتك مثلا اذا قارنا مثلا مواطن مصري بمواطن ياباني، المواطن الياباني بيخرج من بيته بيلاقي في حاجه اسمها رصيف، في حاجه اسمها شارع مثلا، حارتين او ثلاث حارات او اربع حارات، في يمين سريع وسط متوسط شمال يمين بطيء شمال سريع وسط متوسط. احنا الكلام ده اصلا ما فيش تخطيط اصلا في الطرق. بص حضرتك كويس انت يعني فتحت الموضوع ده كده، ما دي الرسالة اللي احنا جايين بنوجهها للناس كلها، او دي الحملة اللي عايزة اللي احنا يعني المقصود بيها ان احنا نقول لا، يعني الموضوع مشترك كله مع بعضه. مفيش حاجة اسمها ان انا ماليش دعوة انا بقيت في ضيافة الدولة. حاجة بسيطة جدا هقولها لحضراتكم والمستمعين معانا، ودي سبب كبير جدا من اسباب حوادث الطرق. المواطن العادي اللي هو ما طلعش رخصة ومالوش دعوة بالرخصة ومالوش دعوة بالسواقة خالص نهائي، النهاردة جاي يعدي طريق، معلش اسمحوا لي انا هطول شوية في الحتة دي بس كمثل هيفهمنا ايه دورنا احنا. نبدأ نفهم ايه دورنا. جاي يعدي طريق النهاردة، جاي يعدي طريق قدام منه ثلاث حارات، الحارة اليمين، الحارة الوسطى، الحارة الشمال. اول ما هيبص بيبص على اتجاه السيارة جاية من جهة الشمال، بيبص عليها كده وبياخد حذره منها وبيبدا يعدي، ملوش دعوه بالحاره الثانيه، ملوش دعوه بالحاره الثالثه. قاعده المرور بتقول ايه؟ بتقول ان الحاره الاولانيه اللي جهه الرصيف دي بطيئه بالظبط كده، الحاره الثانيه بتبدا اسرع، الحاره الثالثه هي الاسرع. نعم كويس كده. فهو خد حذره، هو ما يعرفش، هو ما عندوش فكره عن قواعد واداب المرور، ما عندوش فكره عن القاعده دي، فعدى خد حذره من العربية الأولى وعد، هيلاقي العربية التانية هتطوله أو العربية التالتة اللي هي أصلا بعيدة عنك بعيدة عنه فهطوله. واخدين بال حضراتكم إزاي؟ فهطوله مفيش يجي يرجع تاني، هتكون العربية اللي في الحارة الأولانية وصلت فتقوم هي تطوله كده، لا هيحصل حادثة. هنا مين المخطئ؟
نعم. سائق السياره ولا لا اللي بيعدي الشارع؟ اللي بيعدي الشارع. اصل هو ما عندوش فكره ان هو لازم يتعلم. حضرتك حاجه، هو في حاجه دايما يمكن ناقصه الشعب المصري دايما، ان احنا كل حاجه فيها ما عندناش وعي. احنا مفروض ان في اماكن ان الناس تعدي منها، الناس بتعدي من وسط العربيات، يعني حتى على الطرق السريعه، على ده وعي برضه الطرق السريعه. بص ليه الناس بتجري؟ طب ما انت ممكن تتكعبل وتقع، تيجي عربيه ممكن تدلوقتي. اعمل بالظبط بالظبط كده، وعي برضه. ممكن اعمل مداخله؟ اتفضل اتفضل. على فكره يعني برضو انا مش عايز نلوم يعني احنا على الشعب، احنا الشعب يجب ان يجد شارع مخطط زي ما حضرتك بتقول. مزبوط. كم شارع في مصر مخطط؟ عموما خلينا الحكم يكون بيننا سيادة اللواء احمد حواله مدير الاداره العامه احمد حواله لمرور الجيزه. سياده اللواء صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يعني كنا بنتحدث دلوقتي مع سياده المستشار سامي مختار رئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه لرعايه ضحايا الطرق، وكنا على خلاف مين اللي المفروض يبدا بالصح. من وجهه نظرك، هل الشوارع المصريه بتغطي المقاييس الدوليه في سلامه الطرق، حتى نلوم على المواطنين انهم لا يتبعون قواعد المرور الصحيحه وبالتالي يتعرضون لحوادث؟ هو حضرتك يعني هناك التزام على الدولة ان هي توفر اولا الطريق الصح المخطط المنظم ذات القياسات العالمية. مش عايزين نقول يعني داخل المدينة هنجيب طرق دولية، لكن على الاقل تكون طرق ذات مواصفات انها تستوعب حركة المشاة. للأسف الشديد بالرغم ان احنا بنحمل الانسان 75% او اكثر من 75% من حوادث الطريق، الا ان هذا الانسان هو مظلوم، هو مظلوم. يعني احنا اصلا ما وفرنالوش الطريق، ما وفرنالوش اماكن عبور المشاة، ما وفرنالوش وسائل المواصلات العامه المناسبه، ومع ذلك هو كان سبب رئيسي في ارتكاب الحادثه، وهو المجن عليه ايضا، وهو المجن عليه ايضا في حادثه الطرق، سواء كان مصاب او متوفي، سواء كان مصاب او متوفي. نعم. يعني بالرغم ان احنا بنحمل الانسان المسؤوليه، لانه ايضا هو المجن عليه، يعني هو المسؤول وهو المجن عليه في الوقت نفسه. يعني هو ده كان محور حواري مع سياده المستشار سامي مختار. بنقول سياده المستشار ان احنا يعني يجب ان نوفر للمواطن ده حقه. طريق حقه سليم، وبعد كده نحاسبه ونقول ان انت ما بتجيش يعني عند النقطه اللي المفروض تعدي منها. يعني كم نقطه عبور موجوده في الشوارع المصريه؟ انا عايز اقول ان هي عمليه متكامله كلها. يعني مين يبدا قبل مين؟ ان هي عمليه متكامله كلها. فلا بد من ده وده مع بعض. يعني تعرف حضرتك حتى في الأماكن التي يحصل فيها عبور المشاة وينجم عنها حوادث نتيجة للعبور الخاطئ، ويقدم فيها اقتراحات بعمل سلالم علوية أو كباري علوية للمشاة عشان نمكنهم من العبور، تعرف أن هناك إحجام من المواطن أن هو يستخدم السلم، سواء كان شاب أو كبير أو سيدة أو رجل أو أيا كان، إن في طبيعة خاصة كده ما تعرفش عند الإنسان أن هو لا يستخدم السلم عشان ما يجيدش نفسه. ومع ذلك ونصر ان احنا حتى نعمل سلالم حتى بطريقه عمرانيه صعبه جدا في استخدامها. والنهارده لو يعني النهارده السلم او الكوبري العلوي الخاص بيتكلف مبلغ لا يقل عن 15 مليون جنيه. النهارده لو اضفنا عليه سلم كهربائي، احنا النهارده بنتهم المواطن ان هو عايز رفاهيه. هي مش رفاهيه، هي النهارده هي وسائل حديثه انا بريحه عشان برضه اوفر له الامان والسلامه. لكن هي التكلفه الماليه مش مشكله. انا النهارده لو اضفت على السلم ده مليون او 2 مليون بان انا ازود له سلم كهربائي، ان انا اسرع حتى الحركه، ادي له امان اكتر، ادي له حافز وتشجيع انه يستخدم السلم ما يستخدمش الطريق، اعتقد ان برضه دي من الحاجات اللي ممكن تساعد الانسان على انه يقدر يتجنب الحوادث. طب يعني سياده اللواء، من المعروف ان يعني اداره المرور او ادارات المرور عموما في جميع المدن بتبقى ايراداتها كبيره من المخالفات ومن الصناديق الخاصه لهذه المخصصه لهذه النوعيه من الادارات، ايه اللي بيمنع انها تطور من الطرق؟ يعني تحديدا انا هكلم حضرتك عن مثلا كوبري 15 مايو وكوبري 6 اكتوبر، وهم محورين حيويين
جدا داخل القاهرة، حضرتك ما تتصورش أصلا الحواجز اللي فيهم متحفرة بشكل قد إيه، وبعدين يعني ده بيعوق المرور نتيجة أكبر حاجة ممكن تؤدي لحوادث الطرق الحواجز، لأن العربية بتيجي قبل الحاجز بتيجي قبل الحاجز وبتوقف، يعني في عجالة شديدة، اللي بيمنع إدارة المرور من أنها تطور مثلا محورين مثلا حيويين زي كده في القاهرة؟ هو حضرتك بس انا هستشهد بسياده المستشار، يمكن هو متواجد الان وانا ما اتشرفتش بتعدده، لكن هو ممكن يعني يشهد معنى. لا يا احمد بيه احنا تقابلنا قبل كده اكتر من مره في الاهرام. انا استشهد بحضرتك يا سياده المستشار ان ادارات المرور لم لا تتحصل على جنيه واحد. ايوه ما انا كنت عايز اتكلم انا كنت عايز اتكلم في الحته دي، من المخالفات المروريه لا تتحصل على جنيه واحد بالظبط. بتروح فين؟ بتروح لا لا بيخش خزانه الدوله، المخالفات المروريه كلها بتقوم الى خزانه الدوله. دي مش دي مش مسؤوليه مش مسؤوليه الدوله يعني، ده خبر، ده موضوع طرق، خبر يعني ده موضوع طرق ومفاجئ وصادم. لا 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 يا اصل احنا بنقول لحضرتك ان اللي بتقول الى خزانه الدوله ممثله في وزاره الماليه بالظبط، اللي كنا احنا بنطالب اولا وطالبنا كثيرا في المؤتمرات وفي اللقاءات نحن نتحصل على 25% او 30% من قيمه المخالفات للمساعدات الفنيه والماديه وليس للمكافئات والحوافز. احنا بعلنا قدام حضرتك دلوقتي لا نربط هذه الزياده باي مكافاه او حافز، نحن في غنى عن ذلك والحمد لله. طبعا عشان تبقى مصيبه طبعا طبعا لكن انا لو توفرت لدي من السيوله والامكانيات الماديه. ارجع لنقطه مهمه جدا في كوبري 15 مية وخلافه، بس في عجاله شديده والله. اولا هذه الكباري يتيمه الاب، يعني لما بيحصل فيها النهارده حفر او بيحصل فيها بندور على تتبع منها هذه الكباري، وبندوخ ما بين مديريه الطرق في المحافظه وهيئه التعمير او الشركه المنفذه او وزاره الاسكان او وزاره النقل، لان هناك جهات يعني البيروقراطيه دي واضح انها عايزه حلقه كامله. يعني مثال النهارده كوبري 15 مايه هناك فاصل ما بين القاهره والجيزه، نحن نعيش في ماساه يوميا. نعم وضحت الفكره سياده اللواء بهذه الماساه خاصه على كوبري 15 مايه و6 اكتوبر. يعني سياده اللواء احمد حواله مدير الاداره العامه لمرور الجيزه، بنشكر حضرتك على هذه الايضاحات، ومشاهدينا يعني نتمنى ان انتم تكونوا بتشاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك لبرنامج هذا الصباح. ونذهب دلوقتي لنستعرض مع حضراتكم اراء المواطنين حول حوادث الطرق، ونعود مره اخرى لاستكمال هذا الحوار. الطرق اللي هو كل واحد يلتزم بتعليمات المرور اللي هي المتبعه المعروفه، ويمشي في طريقه صح، وعدم اتباع اللي هي ما يخالفش تعليمات المرور. تعليمات المرور لو اتبعها بصوره جيده خلاص مش هيبقى في اي حوادث، وكل واحد يلتزم وما فيش مثلا حد يمشي عكس. مواطن شايف الحوادث الطرق اولا ليها كذا سبب. السبب الاول لاني ان الطرق مش معده الطريق بطريق كويس بشكل كويس. احنا مفتقدين كل حاجه في كل حته، مفيش اي حاجه، يعني مفيش نظام اولا ولا في امن ولا في اي حاجه في اي حته. مثلا لو انا سايق عربيه وملتزم بالقوانين، لو التزمت بالقوانين والقواعد بتاعه المرور اكيد طبعا ده كله هيخلينا نتفادى جميع اي مش خلينا نعمل اي حادثه. هو ازاي نتقي نفسنا من حوادث الطرق دي؟ ليها عوامل كتيره جدا. اولا السلوكيات، اللي بيمشي بعربيه بيمشي بطريقه مش زي الاول. ليه؟ لان هو بيمشي براحته، لان ما فيش مرور، الرادار مش شغال زي الاول، فبيمشي مخالف. احترام اشاره المرور، ان الانسان لازم يحترم اللي قدامه ويحترم اشاره المرور في نفس الوقت، ولا اتعدى العربيه اللي قدامي مهما كانت الاسباب الا اذا عداني او عطالي اشاره ان انا اخش شمال او اخش يمين. والمفروض ان التزم برضه بالاشارات، مش العماله تبقى سايبه كده. طبعا دي كانت بعض الاراء يا اشرف عن اشاره المرور. بس هي فين اشاره المرور؟ لا هو في اماكن كتير بيبقى فيها اشارات مرور، وفي ناس كتير بتحترمها، ولكن في ناس برضو ما بتحترمش اشارات المرور، وفي ناس بتمشي بطريقه عشوائيه. نذهب معاكم لبعض اراء المواطنين على صفحتنا على الفيسبوك وبرنامج هذا الصباح. عادل كمال بيقول المهم تطبيق قانون المرور بكل حزم على الجميع، ثم يأتي بعد ذلك تقويم
السلوكيات. ايضا راي اخر من وائل عبد الحميد بيقول انتوا بتتكلموا عن المرور وجالسين في الاستوديو، انزلوا الشارع وصوروه واذهبوا لاداره المرور وتابعوا. طبعا وائل انت اكيد شفت معانا دلوقتي ان بالفعل كان في اراء للمواطنين في الشارع، بس يا ريت اراء المواطنين دي تكون زي ما هم بيقولوا، لازم نلتزم، ولازم لو كل واحد مننا بدا بنفسه حاجات كتير قوي هتتصلح في مصر، بس يا ريت كلنا نبدا. برضو ما زلت مصمم ان ده دور الدوله، واحنا ما بنلقيش يعني ما نسيبش الاب ونلقي اللوم على الابن. بنرجع لسياده المستشار سامي مختار رئيس الجمعيه المصريه لرعايه ضحايا الطرق، بس احنا عايزين نعرف، ادينا فكره عن الجمعيه واهدافها وازاي بترعى مثلا ضحايا حوادث الطرق، يعني ادينا فكره عن كيفيه اقامه الجمعيه وأهدافها. انا هتكلم دلوقتي على الاهداف الجمعيه وإقامة ازاي، وبرضو عايز ارجع للحمله تاني عشان اشارك الناس كلها معنا، لان دي حمله مجتمعيه اعلاميه شامله. بعتنا منشور ليها لجهات عديده بحيث ان هم كلهم يشاركونا معهم، لو شاركونا المسؤوليه دي هنبدا نخش في التظبيط يعني الامور. الجمعيه اسمها الجمعيه المصريه لرعايه ضحايا الطرق واسرهم، هي اول جمعيه على مستوى مصر كلها تهتم بمصابي حوادث الطرق. عندنا شقين، الشق الاول اللي هو شق قبلي وشق بعدي. الشق القبلي اللي هو شق التوعيه، زي ما بنقول ان الوقايه خير من العلاج. بالاضافه طبعا لشق تاني، شق ضغط على الجهات المسؤوله، سواء كان طرق وكباري او سواء كان مرور او سواء الكلام ده كله. الشق الثاني والاهم هو شق رعايه مصابي حوادث الطرق. احنا في الجمعيه بنرعى مصابي حوادث الطرق لان اغلبهم من الاسر المتعففه. لو احنا قلنا هنقول يعني طبق الاحصائيه 25,000 قتيل سنويا، 50,000 مصاب سنويا، دي مصيبه كبيره جدا، اغلبهم من الشباب المتوسط العمر اللي هو اصلا منتج في المجتمع، ولما بتحصل له مشكله بيحصل يعني زي ما بنقول دروب جامد قوي في الاسره، بيبقى محتاج علاج، محتاج انها تكمل مشوار الاولاد في المدارس بتاعتهم، سواء كان مدارس خاصه او سواء كان مدارس حكوميه، فكل ده بيلجأوا لنا عشان نقدر نساعدهم في الشق ده. بيلجأوا لكم فين بقى؟ يعني هم بيتصل يعني ازاي؟ أيوة، الناس تتصل وسائل الاتصال. احنا جمعيه مقرها في اسكندريه، في ممكن اقول العنوان بعد ما حضرتكم، في نهايه شارع 20 المنظره قبلي. وسائل الاتصال في تليفون. افرض افرض الحادثه في القاهره بالظبط، بتبقى في القاهره وبتبقى في اسوان وبتبقى في سينا وبيتصلوا بينا. في تليفونات طبعا، التليفون بتاع الجمعيه 01-223-132-639. حضرتك قول لنا تليفون الجمعيه تاني. تليفون الجمعيه 0 ايوه 1 يا ريت تنزل التليفونات على الشاشه. ايوه اتفضل. 2 3 ايوه 1 3 2 ايوه 6 3 9 6 3 9 لكل المشاهدين. رقم تليفون الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق 012-31-32-63-9. تليفون مرة أخرى 012-31-32-63-9. يعني سيادة المستشار احنا في برضو في صفحة على الفيسبوك، في صفحه على الفيسبوك عشان حته الوعي والكلام ده كله. برضو رعايه الحالات باسم الجمعيه المصريه لرعايه ضحايا الطرق واسرهم. نعم. ولو اي حد دخل على جوجل وكتب اسم الجمعيه المصريه لرعايه ضحايا الطرق واسرهم، ايوه، هيلاقي الصفحه موجوده. يعني احنا كنا نتمنى يا سياده المستشار ان حضرتك يعني وقتنا، بس لكن ميعاد موجز للانباء، فاحنا انا كنت عايز اتكلم على الحمله بس عشان الناس برضو تبقى معانا فيها. يعني اكيد هنطلب لقاء تاني معاك، وهيكون برضو في صباح جديد. اللي يحب برضو يخش يشترك معانا في الحمله على نفس الصفحه هيلاقي نفس الصفحه موجوده ان شاء الله. بنشكر حضرتك سياده المستشار سامي مختار رئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه لرعايه ضحايا الطرق واسرهم. وبنرجع بنذكر مشاهدينا باهم عناوين الاخبار اللي بدانا بيها صباح اليوم.